أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الاجتماعية والثقافية والدينية. فنتمنى لكم مشاهدينا الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لبدر بعد. حياكم الله يا أخوتي الكرام، يا الأخوات الكريمات، عبر قناتكم الرائدة قناة إثراء، وعبر هذا البرنامج ألا وهو عدسة إثراء. وخاضرتنا اليوم هي رسالة إلى المعلمين والمعلمات. صراحة أنا أحب المدرسين وأحب المدرسات، لأن هذه طبعا كانت هي مهنتي السابقة واعتز فيها وأحبها. فيعني أنا أخاطب إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات، يا جماعة والله العظيم يعني عيالنا أمانة عندكم، دائما دائما يعني تذكروا هذا الشيء. يا معلم يا معلمة، ما عليه، خافوا والله في عيالنا، والله الله في فعلا يعني التدريس بضمير وعقد العزم على إخراج جيل قوي. يعني احنا دائما نقعد التعليم اول، جماعة ما صارت، يعني احنا نقعد نعيش نبكي على الاطلال، مدرسين اول، يعني حين هل تبون مدرسين يطقون الطق القديم، او مثلا خلينا نقول العقوبات الشديدة قبل؟ يعني احنا نقول كل زمن لا ظروف. احنا حين بزمن مو ما المدرس ذيك العصاية وذاك الطق، والطق الطق اللي هو طبعا في طق تأديبي حليو ما يخالف، بس مو بشدة عشان ما ننفر عيالنا، ما ننفر عيالنا من التدريس او التعليم. يا جماعة انا كمدرس اكون ذكي في تحبيب الطالب في المادة العلمية، لا حد يقول هذا مادته كذي وهذا مادته كذي. ترى والله أنا عندي كل مدرس وشخصيته، كل مدرس وطريقة تعامله مع عيالنا. لا يقول أنا إسلامية ولا أنا رياضيات ولا أنا فيزياء ولا أنا كيمياء ولا أنا علوم ولا أنا إنجليزي ولا أنا عربي، لا 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 لا، ما له شغل هذا الأمر. الأمر أنت يا المدرس، أنت يا المدرسة، الأمر أنت وأنت شلون تحببون عيالنا في طلب العلم. يعني المدرس اللي أو المدرس اللي دائما ما شاء الله مبتسمين، دائما يرفعون من 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 معنويات عيالنا، يحسنون التعامل، عندهم أكثر من طريقة فنية في توصيل المعلومة. يا جماعة ايش حاجة ما المدرس مثلا يعني انه يقعد يطور نفسه، يعني انت مدرس ما يخالف سنة سنتين ثلاث ومثلا المادة هي، لكن سبحان الله انت كل ما قريت اكثر وتوسعت اكثر، وكل ما دخلت دورات او مثلا شفت تجارب غيرك، اذا شفت مثلا اي دور مثلا اللي هي طرق التدريس، تقول لا هي انا مدرس الحين صار لي 15 سنة، يعني انت ايضا يعني مهما كان وفوق كل ذي علم عليم. والانسان كل يوم يحاول يتطور، كل يوم يتزود من العلم، حتى ان ترى ايضا شخصيتك تغير، حتى الطالب يلاحظك انك انسان، انت انسان مثقف، انك مو نفس المعلومات قاعد تداورها وتقول دونسها كل مره، قاعد تقول له شغله من كل بستان. فترى ثقافه المعلم والمعلمه تجذب ها يعني الطالب، يعني من يجيني طالب يقول لي تعال استاذ ابيك بعد الحصه، يقعد يسولف معاي يقول انت ذكرت النقطه الفلانيه هذه يعني اشتقصت فيها مثلا وكذا. مو انت الحين لما يجيك الطالب يبي يسالك سؤال يستفسر من استفسار تصرفه توزعه، مالك خلقه، بالعكس احتويه وتعال وقل له وترشده، بدل مسكين يهتم بلا تاخذوني في الامور اللي يعني كنت تافهه السخيفه، الامور الدنيويه البحته. انزين انت خله يعني يسولف عن الماده عن العلم،
عن الكتب، عن القراءة، عن يعني أنت 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 تعال وسع مدارك هذا الطالب، علمه وثقفه، أرفع عيالنا فوق، لا تكلمهم أنهم صغار ومو فاهمين ويعني أنا قاعد أكلمهم بكلام فوق عقولهم، لا ترى عيالنا أذكياء ويستوعبون يفهمون، بس يبون واحد عنده حسن عرض، يبون واحد جذاب يعني يقدر يخلون عيالنا يحبون التحصيل العلمي، يحبون المادة، يحبون الدراسة، ما يحبون يغيبون، وإذا صارت العطلة يعني يتمنون أن العطلة تخلص علشان يشوفون مدرسينهم اللي حبوهم واللي عزوهم واللي علموهم واللي ثقفوهم، يقول الله يحلي له المدرس، احنا هالمدرسة هذه والله كانت تعلمنا وترشدنا وتبين لنا. ايضا انت يا مدرس، انت مو مدرس بس، مو بس مدرس علم، انت ابو، انت اخو عود، انت اخصائي، انت اللي يعني انت اللي تحلهم المشاكل، انت اللي يلجؤون لك اذا صارت لهم مشكله او كذا، يعني عارفين يعني انا اقصد خليك قريب من الطلاب، ويعني خلكم قراب منهم، يعني لا تصير العلاقه بينكم رسميه بحته، يعني علاقه مدير وموظف، لا بالعكس، يعني خلوا العلاقه بينكم مع الطلاب علاقه محبه ومعزه، اذا شافوكم بالخارج يسلمون عليكم، يجبرون عليكم، يحبونكم، يسلمون يعني ويفتخرون فيكم، الله مدرس فلان والله بروح ويركض يسلم عليه لانه حبه وعزه وحس ان هذا خوش مدرس، وانه يعني ترك انطباع طيب في نفس العيال. فاحنا انت يا مدرسه اجتهدوا في ايصال المعلومه وان عيالنا يفهمون ويستوعبون، ترى ودك راضي علم الشطار، ترى انتم قدامكم يعني خلينا نقول بحاري 30 طالب، اذا حليب الصف 24، انزين ترى كل واحد عقليه، كل واحد مو كلهم اذكياء حيل، ولا كلهم مثلا عندهم مثلا بطء التعليم، لا ترى هم مختلفين في يعني الذكاء، لكن انت اللي تحسن التعامل في مع جميع انواع العقول اللي قدامك، قدرت يعني ها تكلم الذكي ومتوسط الذكاء وايضا قليل الذكاء، لكن مع ذلك الحمد لله انت قاعد مجتهد وانت متوكل على الله سبحانه وتعالى، وانت يا مدرسة مريح المدرسة، من طلعت من وانت قاعد تبدل ثيابك وانت قاعد تدك سلف قاعد تقول اوف، لا تقولون اوف، انتوا للحين ما وصلت المدرسة قاعد تقولون اوف، ليش؟ خلي الواحد رايح مبتسم مستانس، يقول والله العظيم اليوم بعطيهم الدرس الفلاني، اليوم والله بناقش معه من الموضوع الفلاني، اوصل هالمعلومه الفلانيه، يعني انا يعني يعجبني المدرسة هذه اللي بالليل قبل لا ينامون يعني يستعرضون شريط الذاكره مع الصف والتدريس. انا الحصه او الامس انا شنو المواضيع اللي قلتها او ايش كنت ابي اقول، ايش كنت ابي يعني على الاقل اساس انت يا مدرسه حابين الماده وحابين العيال وحريصين عليهم، ويعني وقبل لا تنامون بعد تفكرون شلون تعاملوا مع عيالنا وشلون تزودونهم في المعلومات وشلون ايضا تثيرون اهتمامهم العلمي، اهتمامهم الدراسي، شلون تخلون عيالنا يحبون المدرسه. فاحنا من جهتنا يا ابا امهات ما راح نقصر، لكن انتم ايضا عليكم صراحه المتكئ بعد الله عز وجل يعني في تحبيب عيالنا، جزاكم الله خير، خلوهم يحبون المدرسه، تفننوا في التعليم، خلوا يعني المدارس بيئه جاذبه وليست بيئه طارده، خلوا عيالنا انهم يستانسون، يقومون مبكر من النوم ويلبسون ويروحون المدرسه، يعني هم اللي يقول لكم ودونا، يزعلون ان غابوا، يزعلون ان
استمرضوا انهم انقطعوا عن المدرسة، عن المتعة، عن الوناسة. يعني صار التعليم فيه محبة ووناسة، يعني خليت المادة حلوة وسلسة والطالب حبها، ما حس بذيك الرسميات، وحس ان العلم، ان العلم شيء حلو وشيء سهل. انت لينت الحديد، انت اللي سهلت للصعب، انت الله يجزاك خير يا مدرسنا، او يجزاك خير يا مدرستنا، يعني فعلا اجتهدتوا اجتهاد طيب، وعمل عملكم عمل مبارك، انكم يعني ما شاء الله كنتوا يعني مجتهدين في التعليم، وبذلتوا احسن الطرق وحببتوا علينا في العلم، وتفننتوا ايضا في طرق التدريس، وجذبتم الطلاب الى هذه المدرسة، وصار هالمكان مكان محبب للنفوس وليس منفر للنفوس. وفقنا الله وإياكم الى كل خير، وابعد الله عنكم وعنا كل شر، ويعطيكم العافية وجزاكم الله خير. الى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا ان شاء الله في نفس الموعد. لكم من اجمل تحية ومع السلامة.